في الحقيقة هناك موقف ثابت أعلنت عنه الدولة المصرية من البداية من أجل الحفاظ على الأرض الفلسطينية من خلال رفضنا القاطع لمخطط التهجير. المخطط ده هدفه في الأساس هو تصفية القضية الفلسطينية، هو أيضا ضياع حقوق الشعب الفلسطيني. صحيح، خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية يعني مرة أخرى دور مصري قوي وواضح ورشيد، ويعني دور بيرسخ لفكرة رفض التهجير وخروج أشقائنا من أراضيهم في غزة وتهجيرهم. هذا المبدأ يعني بيحطم الحقيقة أمال وطموحات الكيان الإسرائيلي يعني من جذوره، فبيحتاج مجهود كبير جدا وبيحتاج ثبات قوي جدا. إزاي مصر قادرة أنها تثبت هذه الرؤية وتقاوم أيضا هذا المخطط يعني القديم جدا بالنسبة لهم؟ يعني شوفي، هو موقف ثابت من مصر وموقف ثابت من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بيرفض التهجير من أرضه ومن بلده، ومصر أيضا بترفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. الحقيقة الموقف بعض الدول منها مثلا الولايات المتحدة يعني بيكشف معايير مزدوجة وبيكشف يعني نفاق سياسي كبير. الولايات المتحدة بنت حائط على حدودها مع المكسيك لمنع هجرة الشعب المكسيكي وشعب أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وبتطالب من مصر إنها يعني تفتح حدودها لدخول اللاجئين من فلسطين. قضية فلسطين لا تحل بالتهجير، بل بالعكس تزداد تعقيدا وتزداد تأثيرا على الساحة الدولية، لأن كما قلت لحضرتك إن الشعب الفلسطيني نفسه بيرفض فكرة التهجير وتحمل ما لا يتحمله البشر من أجل الحفاظ على أرضه. النهاردة في جرائم حرب، في مجازر دموية بتجري على أرض مش بس غزة، لا غزة والضفة الغربية أيضا بتعاني معاناة شديدة. صحيح. من أجل إكراه الفلسطينيين على ترك أرضهم وترك بلدهم، وهم صامدين على أرضهم أمام هذا الطغيان وأمام هذه الجرائم. صحيح. طب يعني لو استعرضنا ما هي أهم المواقف الأوروبية أو الأمريكية اللي تحدثت في هذا الأمر يا فندم؟ يعني إسرائيل قالت من جانبها أن احنا عايزين نهجر الفلسطينيين عشان يخشوا إلى سيناء، كيف دعمت الدبلوماسية الغربية هذا الأمر؟ يعني شوف، الدبلوماسية الغربية برضو يعني دبلوماسية معايير مزدوجة ودبلوماسية نفاق سياسي. كل ما تفعله الدول الغربية هو الصمت على المجازر التي تجرى على الأراضي الفلسطينية، ثم ترسل مواد إغاثة وتتعهد بإعادة بناء ما تم تدميره. وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير غزة، دي يمكن المرأة الرابعة أو يمكن الخامسة اللي تعرضت فيها غزة لتدمير شديد ولمجازر شديدة. فهذا ليس شيء جديد، يعني لو كان المجتمع الدولي اللي اتخذ موقف حاسم منذ المرة الأولى ما كانش تكررت هذه المآسي. ولكن الردود الفعل الفاترة وغير الحاسمة أدت إلى التكرار، وفي محاولة لإرغام الشعب الفلسطيني على التخلي عن بلده، ولكن الشعب الفلسطيني صامد وبيجاهد من أجل الحفاظ على بلده. سعادة السفير، الحقيقة يمكن كنا منذ قليل بنتحدث عن المزايدات على الدور المصري،
ويعني خلينا نستعرضها مع حضرتك. يعني في البعض تحدث عن انه مصر كانت قافله معبر رفح من الجهة المصرية أو من الجانب المصري، والبعض تحدث عن أنه مصر يعني بتساعد في زيادة الحصار على طبعا شقائنا في قطاع غزة، ومزايدات كبيرة جدا عن على الدور المصري، وده كان بيتزامن مع خروج سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكشف هذا المخطط الأزلي الحقيقة لدى هذا الكيان الإسرائيلي، وعن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وتحدث عن خطورة أيضا تطبيق هذه الفكرة. خلينا مرة تانية من خلال حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين مدى خطورة تطبيق فكرة التهجير على أرض الواقع، سلبيتها على القضية الفلسطينية، لأنه بكل تأكيد لهذا خرجت المزايدات على مصر. يعني شوفي، أولا دي مزايدات رخيصة لم يقدم أحد لفلسطين قدر ما قدمته مصر. مصر حاربت من أجل فلسطين أكثر من مرة، تحملت ضغوط وتحملت عدوات من أجل موقفها من القضية الفلسطينية. رفض التهجير هو رفض لتصفية القضية. يعني أنت النهاردة إذا أخليتي الأرض من سكانها لم تتبقى قضية. يعني احنا النهارده قضية فلسطين هي ايه؟ قضية عودة وقضية ثبات على الأرض وقضية رفض الاحتلال. فإذا خرج الشعب من الأرض خلاص انتهت القضية. هنحقق يعني الأسطورة والأكذوبة اللي كانوا بيروها في بداية أصلا هذا الاحتلال، وهي فكرة أرض بلا شعب. بالفعل هتبقى أرض بلا شعب. فلسطين أرض وشعب منذ الأزل. طبعاً. ومن يزايد على هذا أو من ينكر هذا فهو جاهل وهو مغرض، وهذا نفاق سياسي. هناك يعني نسبة، أولاً أرض بلا شعب، غزة أكبر كثافة سكانية في العالم. في العالم بالزبط. إذا كانت القضية قضية أرض بلا شعب، أستراليا تكاد تكون خالية من السكان، كندا تكاد تكون خالية من السكان. ليس معنى هذا إن إحنا نغتصب أرضهم. فيعني ده برضو يعني بيظهر وبيفضح المعايير المزدوجة اللي موجودة في الكيانات الغربية، بالذات تحالف حلف شمال الأطلنطي وإسرائيل. طيب، ونحن نتحدث ونحن اليوم هناك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وده يوم أطلقته الأمم المتحدة للتضامن والاحتفال مع القضية أو مع يعني محبي القضية الفلسطينية إنجاز التعبير، وهي ذات المنظمة الأممية اللي أقرت حل اللي قسمت الدولتين واللي أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر أنها تستوطن هذه الأرض التاريخية. يعني تقول إيه للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم يا سيادة السفير؟ يعني شوف، هو زي ما تفضلت وقلت، النهاردة 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، وده حدد هذا التاريخ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977. الاحتفال مراسمي لتذكير العالم بمعاناة شعب فلسطين. النهاردة بيعقد اجتماع في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في مبنى قصر الأمم، بيتم افتتاح المؤتمر بكلمة من المديرة العامة للمقر الأوروبي السيدة تاتيانا فالوفيا، بتتلو من خلال بيانها كلمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثم هناك كلمات ل
لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وكلمة لمندوب من الجامعة العربية، وكلمة للاتحاد الأفريقي، وكلمة لحركة عدم الانهياز، وكلمة للمؤتمر الإسلامي. ودي يعني أنا بعتبرها صرخة من العالم المتحضر ضد البربرية والهمجية والجرائم اللي بترتكبها إسرائيل في غزة. الاجتماع بتاع اليوم بيعقد لظروف خاصة جدا في وقت تسيل فيه الدماء في غزة، وبنريد أن ننبه العالم المتحضر إلى المآسي والجرائم التي بتقع على الشعب الفلسطيني. سعادة السفير، خليني يعني استغل وجود حضرتك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر. وحضرتك بالفعل شغلت منصب مساعد وزير الخارجيه الاسبق. خلينا نعرف الساده المشاهدين يا فندم، ازاي مصر يعني روجت وتروج للقضيه الفلسطينيه، ولو هنتكلم على ايضا قضيه رفض التهجير، وبدا ايضا ثقة العالم في الرؤية المصرية ودور مصر وكلمة مصر اللي دايما بتطلقها في جميع المحافل تجاه القضية الفلسطينية. يعني شوفي، زي ما قلت لحضرتك ان مصر القضية الفلسطينية هي قضية محورية في سياسة مصر الخارجية، من منطلق اولا مسؤولية مصر كالدولة الكبرى في المنظومة العربية واللي فيها مقر جامعة الدول العربية، والدولة اللي حاربت أكثر من مرة من أجل فلسطين، والدولة اللي راعت منذ البداية منظمة التحرير الفلسطينية وتبنت القضية في المحافل الدولية في الأمم المتحدة وفي المؤتمر الإسلامي وفي حركة عدم الانحياز، وقامت بجهد كبير من أجل تعبئة المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية. وده تاريخ يعني مستمر من عمر القضية الفلسطينية. وزي ما قلت لحضرتك ان مصر بتعارض تماما سياسه التهجير، لان سياسه التهجير هي سياسه لتصفيه القضيه الفلسطينيه، لان الارض بلا شعب تفرغ القضيه من مضمونها. المضمون القضيه جوهره الشعب الذي متمسك بارضه والذي لا يريد ان يغادر ارضه، ومستعد ان يتحمل كل الجرائم وكل التنكيل وكل الارهاب من اجل الثبات ومد جذوره على ارضه. صحيح، شكرا لك يا فندم. سفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.